إذن أوروبا حتى الآن لم تستطع الوصول لمرحلة عدم الاعتماد على الغاز الروسي رغم العقوبات الشديدة المفروضة من بروكسل ضد موسكو على خلفية الحرب، إلا أن تقارير صحفية كشفت أن واردات الغاز الروسي لأوروبا ارتفعت خلال الفترة الأخيرة. فاينانشال تايمز البريطانية كشفت أن واردات الغاز الروسي المنقولة برا ارتفعت بأكثر من 40% بين يناير وأكتوبر من هذا العام، هذا بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، أي قبل بدء الحرب الروسية على أوكرانيا. هذا الكشف غير المتوقع يأتي في خضم مساع روسية لتحويل إمداداتها إلى الشرق المتعطش للوقود، يقصد بذلك السوق المتعطشة هنا الصين تحديدا. حيث أكد نائب رئيس الوزراء الروسي أن بلاده احتلت المرتبة الثانية بين موردي النفط إلى الصين، أشار إلى أن شحنة الغاز الطبيعي المسال من موسكو إلى بكين زادت بنسبة 32% على مدار 10 أشهر. أضاف أن موسكو على استعداد لدراسة مشاركة الشركات الصينية في المشاريع النفطية. الموقف الروسي أكدته تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي قال إن بلاده تعتزم بناء شراكة أوثق مع روسيا في قطاع الطاقة بما سيسهم في تحقيق استقرار عال ودائم رغم التحديات الخارجية. بالطبع كل هذه التطورات تأتي في ظل فشل أوروبي تنفيذ خطة لوضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي الروسي مع استمرار الخلافات بين الشركاء الأوروبيين. حول ذلك نقاشا وتحليلا من لندن ينضم إلينا المستشار في شؤون الطاقة والنفط الدكتور مصطفى البازركان. دكتور البازركان أهلا بك معنا في هذه الساعة على سكاي نيوز عربية. ونفهم أن الدول الأوروبية لم تستطع حتى الآن أن تبحث عن خيارات أخرى عن الغاز الروسي، ولكن بماذا تفسر ارتفاع حتى وارداتها بعد عمليات روسيا بأوكرانيا إلى نسبة قاربت 40% رغم كل هذه التصريحات والتعهدات والعقوبات المتتالية كذلك؟ لابد من البداية أنه نعود إلى أنه استراتيجية التخلص من الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي والنفط الروسي ومنتجات الغاز لم تكن هي استراتيجية أوروبية، استراتيجية أمريكية فرضت بعد أيام من بداية الحرب في أوكرانيا، ولم يكن لم تكن أي دولة في الاتحاد الأوروبي تفكر في ذلك. والتأكيد على ذلك حتى ألمانيا أنفقت 12 مليار يورو على خط نورد ستريم 2 والذي لم يفعل ولم يعمل. هذا يدل على أنه لم تكن استراتيجية أوروبية. هذه نقطة. النقطة الثانية، صحيح العقوبات على روسيا هي الأشد في تاريخ العالم، ولكن ارتدت على يعني سآتي تفصيل على نقطة العقوبات، ولكن ما قصدته هنا لماذا ارتفعت الواردات الأوروبية من الغاز الروسي بنسبة 40% مقارنة بالفترة ذاتها العام السابق قبل بدء العمليات الروسية في أوكرانيا؟ ما السبب؟ صحيح، سؤال جميل. روسيا مع هذه العقوبات التي أنا بدأت في تحليلها بدأت تبيع الغاز والنفط الروسي بتخفيضات كبيرة. من يشتري؟ يشتري دول آسيا. الرابح الأكبر هو الصين، اشترت الغاز بتخفيض 25%، النفط يباع ب 32 دولارا أقل من أسعار العالم، فاشترت الغاز. وبدأت هناك ما يطلق عليه الباب الخلفي، بدأت شركات ومؤسسات أوروبية تشتري هذا الغاز والنفط، ولذلك شهدنا هذه الطفرة التي يعني هذه الأرقام هي ليست أرقام باستيراد الدول. لماذا؟ لأنه هناك أرقام أنه تراجع نسبة الغاز المستورد إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 32%، ولكن هذه هي الباب الخلفية للعقوبات التي لا يمكن السيطرة عليها إلا بعد إيقاف يعني طرق الشحن وشركات التأمين من يعني من تكون جزءا من هذه المبيعات. إذن ما جدوى كل هذه العقوبات ولماذا تبدو الخيارات الأوروبية غير واضحة؟ روسيا يبدو أنها أكثر وضوحا ستتجه شرقا إلى السوق الصيني، وتحدث الرئيس الصيني أن هنالك علاقات استراتيجية أكثر متانة ستبنى مع روسيا في مجال الطاقة. إذن ما هي الخيارات المتبقية بالنسبة للدول الأوروبية، أو بمعنى أدق لماذا هي غير واضحة حتى اللحظة؟ غير واضحة لماذا؟ لأنه ليس هناك اتفاق. يعني على سبيل المثال لحد هذه الساعة رغم أنه الدول السبع اتفقت على سقف، وضع سقف لأسعار النفط، لم يتفق داخل دول الاتحاد الأوروبي حتى ما يشمل الغاز أيضا. لماذا؟ لأن هناك اختلاف بدرجة الاعتماد
على الغاز الروسي وعلى النفط الروسي، هذه نقطة. النقطة الثانية، حتى مع هذا السقف هناك نتيجتين، النتيجة الأولى قد يكون هي خفض لمدخولات روسيا، ولكن في نفس الوقت روسيا أوجدت أسواق بديلة لتخفيضها لتخفيضات، بمعنى أنه سيكون الغاز والنفط الروسي متوفر في الأسواق وليس متوفرا لدول الاتحاد الأوروبي. وهذا الأساس هو الخلاف الموجود لحد هذه الساعة بين دول الاتحاد الأوروبي. وهل تعتقد أن هذه الخلافات ستستمر حتى مع استمرار العمليات الروسية في أوكرانيا؟ لأنه يبدو أن الشتاء بدأ بالفعل، لا خيارات واضحة كما تفضلت بالنسبة للدول الأوروبية، ومسألة إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي ستحتاج لسنوات قادمة. هل ستستمر الدول الأوروبية في استيراد الغاز الروسي حتى ولو كان هذا الاستيراد عبر الأبواب الخلفية كما تحدثت؟ أنا أعتقد أنه حتى إن توقفت المدافع على أرض أوكرانيا وتوقفت الحرب، فالعقوبات على روسيا مستمرة، وبالتالي الالتفاف على هذه العقوبات أيضا مستمر نظرا للحاجة. صحيح دول الاتحاد الأوروبي تبحث عن بدائل، ما هو البديل عن الغاز الروسي؟ هو الغاز المسال. لا تزال ألمانيا لحد هذه الساعة ليس لديها محطة للتعامل مع الغاز المسال، ستفتتح خلال الشهر القادم، وبالتالي سيكون هناك كميات من غاز القطري سيصل إلى شمال ألمانيا، ولكن هناك دول أخرى على سبيل المثال فرنسا تعتمد على 70% على الطاقة النووية، إسبانيا لديها 7 محطات للتعامل مع الغاز المسال. نعم، ولذلك شهدنا هذه الاختلافات في المواقف. من لندن المستشار في شؤون الطاقة والنفط الدكتور مصطفى البازركان، شكرا جزيلا لك.